يا عبدو. اهلا يا فندم. ايه الاخبار؟ عامله اضراب عن الاكل يا فندم. من امتى الحكايه دي؟ من يومين يا فندم. دخلت لها الاكل في مواعيده؟ ايوه يا فندم. وما اكلتش؟ يا فندم دي صعبه قوي وتعبتنا كلنا ومش قادرين عليها يا فندم. طب جاهز انت الغدا، انا هنزل لها. جاهز الغدا. سارة يا حبيبتي، انت عارفة في النهاية كلمتي هي اللي هتمشي. مش المرة دي، انا وهو عمرك ما هتعيشي معاه تحت سقف واحد. انا وموحي سالم متجوزين جواز قانوني ومتسجل في اوراق رسمية، ومش هتقدر تعمل حاجة عشان انا فوق الواحد وعشرين. احب اقولك من يوم ما جيتي هنا انا ما جيتش، انت اللي خطفتني من جوزي بالغرلتين بتوعك. اوكي، من يوم ما اتخطفتي وانا بعمل ترتيبات اني امنع الجوازة دي. ليه؟ انا ماليش كلمة ومحي جوزي ملهوش رأي. طبعا له، وعشان كده كلامي هيكون معاه هو. خش. انا قلت ما حدش يجيب اكل هنا. انت قلتي لكن انا ما قلتش. مش هاكل. هاكل انا. خش. هات هات. قول لي يا بابا، غير ان دمه تقيل على قلبك، في ايه تاني مش عاجبك؟ ولا حاجه، ولا حاجه، لا بيه ولا عليه. هيعجبني ازاي بقى؟ ده ما ينفعكيش. انت اتجوزتيه بس عشان انا قلت لا؟ عشان طول عمرك بتقول لا، وانا من يوم ما اتولدت ما بسمعش غير لا لا لا. اصلك عنيده وراسك ناشفه زي اللي خلفوني. ها؟ لو ما خرجتنيش من هنا هكسر الاوضه دي. طب ما تزعقيش لحسن بعدين نفسك تتفتح. هزعق لو عايز وهزرق كمان. طب بس اهدى يا حبيبتي، خد الحته دي. مش هاخد حاجه. مش ضروري تاكليها، شميها، دي قصيده شعر. يوه مش واكله. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ما لحقتوهاش؟ زغت منكم؟ يا بيه كان بينا وبينها 20 متر وفجأة ما لقيناهاش. برافو، هايلة. هي عارفة بتعمل ايه، لكن انتم مغفلين. أروح أدور عليها تاني يا بيه؟ أروح يا بيه؟ هتروح فين؟ ما معاش فلوس. هترجع ومناخرها في الارض. معاها اسوره ممكن تبيعها يا فندم. ها؟ اسرع اسوان، كل المنافس تتقفل. نبلغ البوليس؟ لا يا مغفل، نبلغ ابو دياب. تليفون، انا عايز ابو دياب.
ابو دياب اتحرك يا بجل. حاضر. تسعة وعشرين تسعة وعشرين تمانية مصر. الافند اللي عايز 29 29 8 مصر كابينه واحده. ايوه يا اخي راح نتجوز، هتيجي فرحي؟ اتجوز فيه؟ انت فيك نفس؟ الو الو، مجله الاضواء، انا عايز مجله الاضواء. الو ممدوح ممدوح، لو سمحت يعني اديني الحمار رئيس التحرير. الحمار بيكلمك بنفسه. ايوه سعاده البيه، بقول لحضرتك ايه؟ اسمع، انت لا تصلح لاي شيء. ابعتك علشان تجيب خبر عن زياره الرئيس الامريكي لاسوان. تخذلني؟ المجله الوحيده في مصر اللي ما كتبتش عن الخبر ده مجلتي انا، والسبب مين؟ انت. انت ونعمل ايه؟ ما رضوش يخلوني اقابل الرئيس الامريكي. قابلت نقيب الصحفيين، لقيته ما سمعش عن مجله الاضواء دي خالص. قال لي تطلع مجله الاضواء دي؟ اعمل ايه اذا كانت مجلتك تافهه؟ وانا حقق عليا اللي بشتغل في مجله حقيره زي دي. حس كده بقى، انت مرفوض. اسمع، انت كل مره ترفضني وترجعني، انا المره دي مستقيل عشان مش ناوي ارجع لك تاني. وبشوف بقى مين هيقرا لك مجله الاضواء بتاعتك الحقيره دي. ما الصحافه لمت، اي حد بقى بيشتغل في الصحافه دلوقتي. بنت منوني بيه بتركبش تومين زي ده؟ قبول اوام. قوم وقفنا، يلا بينا نشرب كرسي معاك. صح. يا سيد يا كمساري، عايز ايه؟ الكرسي ده لو سمحت، لو سمحت يعني بتاع حد؟ بتاع الجرانين. بتاع الجرانين. طب لو سمحت، لو سمحت يعني ممكن تنزلها؟ بلاش تاخد الاتوبيس ده، خد اللي بعده. بس لو سمحت اللي بعده بيقوم بالليل يعني. خلاص اوقف. يعني عايزني لو سمحت اقف؟ ما عنديش غير كده، عن اذنك. ورق ورق. تذكرتي لي اسمي. فكه فكه، ما تتعبوش قلبنا. طيب. مين اللي هيجيب الجرايد دي؟ مش انا. ان ما جبتهاش هكسر مناخيرك. مناخير انا؟ ايوه. تكسرها؟ ايوه. الله. هو كمان ربنا ما يديكش الصحه يعني تقوموا تفتروا بيها على العالم؟ ولما انت تكسر مناخير ايه يا استاذ؟ امشي ازاي انا من غير مناخير؟ خلاص بقى. امشي ازاي من غير مناخير؟ هو افترى ولا هو افترى يعني؟ هجيبهم انا بقى. ولا هو افترى على العالم يعني؟ وما دام ربنا ما يديكش الصحه تقوموا تفتروا بيها على العالم؟ يعني ايه تكسر لما حضرتك تكسر مناخير؟ امشي ازاي انا من غير مناخير؟ عايز افهم انا. اصل بيقول لك يكسر مناخير، يعني ايه يكسر مناخير؟ انت عارف مناخير مين دي اللي انت عايز تكسرها؟ انت. نعم. اصل بيقول لك يكسر مناخير، يعني ايه كسر مناخيري؟ مش فاهم انا. انا مين انا؟ يعني ايه كسر مناخيري؟ الله، ما تفهم هو اي مناخير تتكسر في البلد دي ولا ايه؟ الكرسي اللي انت قاعد عليه ده بتاعي. نعم. اللي انت قاعد عليه بتاعي. انا لسه عامل خناقه طويله عريضه. يا كومساري. ايوه حاضر. الكراسي هنا بالحج اللي سبع كلنابة. متشكره. ايه بس؟ هو عشان ربنا ادكش الصحة يعني تقوموا تفطروا بيها على العالم؟ لا. يعني ايه اللي سبق كل النبأ؟ الكرسي ده لنفر ولا النفرين؟ الاثنين. اديني تذكرتين. ايوه حاضر. يعني ايه تذكرتين؟ هو ربنا ادكش الصحة تقوموا تدروا كل واحد تذكرتين؟ يلا بقى اتفضل من هنا. الكرسي ده معمول لاثنين، لو سمحت اتأخر شوية. ايه ده؟ انت انت؟ اتأخر شوية. ولا يعني عشان ربنا يديكم شوية صحة تقوموا تفتروا بيها على العالم إيه؟ يعني عايز ايه؟ ولا تفتروا بيها على العالم يعني. Thank you.
زي بابا وماما مش كويسين الحمد لله. ما تقول للراجل ده ما يسوقش بسرعه كده. بتكلميني انا؟ ايوه قول له يسوق على مهله بسرعه. وحياتك يا اسطى عايزين سرعه اقوى من كده. كفر الحراميه استراحه 10 دقايق. اتفضلوا يلا يا سيدي بسرعه شويه. يلا الهمه يا اخويا يلا يا حاجه بسرعه. كفر الحراميه ده ايه؟ في بلد اسمها كفر الحراميه؟ طب والعمده بتاعها بيشتغل ايه؟ ممكن لو سمحت اخد الكرسي ده هناك علشان ما عنديش. لا مش ممكن. شكر قوي. تشرب ايه يا استاذ؟ نعم تشرب ايه يا استاذ؟ سلتوع. نعم سلتوع. اتنين سلتوع، واحد سخن واحد بارد. ايه يا اخويا السلتوع ده؟ سلتوع بسرعه ما تتنعش. اجيب لك سلتوع. هرب ابن الايه؟ يهرب ما يهربش، انا مالي ما يهمنيش. اه طبعا ما يهمكيش، بس يهمك شنطتك برضه. يا خبر ابيض، دي راحت وفيها فلوس. تعيش وتاخد غيرها. هعمل ايه دلوقتي؟ هو تكون التذكره راحت كمان. لا التذكره موجوده بس كل اللي معايا 80 قرش. يوصلوني مصر دول؟ دول يوصلوك ايدفو. ممكن تبعت الاغراف لاهلك من هناك. لا طبعا طبعا انا هعمل كده فعلا. انا هبلغ عن سرقه الشنطه. لا مفيش داعي مفيش داعي. بلاش عبط، شنطتك اتسرقت ولازم تبلغي. اسمك ايه؟ مش عايزه ابلغ. حاجه غريبه، مش يمكن يمسكوه ويرجعوا لك الشنطه؟ اسمك ايه وانت مالك؟ اما تلاقيه حقيقي. تلاقيح؟ انا تلاقيح؟ ايوه والله العظيم اخنف. الركاب يتفضلوا، العربيه هتقوم. يلا يا اخويا انت وهو. يلا يا اختي العربيه هتقوم. يلا اتفضلوا. يلا يا سيدي يلا يا
الاتوبيس وصل. حظك حلو ابو سيد، جاي في معاده وان شاء الله يطلع في معاده. السلام عليكم. ما تنساش المعسل. متأسفة قوي، حاجة بايخة قوي. مفيش حد غيرنا ولا ايه؟ هما ركاب مشوا؟ استراحة 10 دقايق. بتاعك ده؟ احنا في الأقصر؟ ايوه. طب ما صحتنيش ليه؟ كان باين عليكي مرتاحة، ما حبيتش اصحيكي. انا هروح افطر، تحب تيجي معايا؟ لا ميرسي قوي، متشكره قوي عن اذنك. زي ما بقول لك كده على طول، راح ضربه بالدماغ. لا. الله. وبعدين قولي من فضلك. ايوه. في مكتب تلغراف عند محطه القطر. فين؟ بينا وبينها 10 دقايق ماشي. لازم ابعت تلغراف. هتتاخري. استناني. استناكي؟ تستناني فيها ايه يعني؟ الا استناها دي. تعالى. ايوه. انت مش هتستناها؟ لا طبعا. الله، هو كمان ربنا مديكوا شويه الصحه يعني تقوم تفتروا بيها على العالم. لما هي بتقول لك استناها أيوة. تبقى تستناها. يقول لك من عندكم صحه يعني استناها. خد بالك بقى. حاضر. عاوز حاجه يا ست؟ من فضلك الاتوبيس اللي كان هنا راح فين؟ اللي رايح مصر سافر بقاله مدة. مش معقول سافر ازاي وانا قايله له يستناني؟ استناكي؟ الاتوبيس ما استناش حد يا ست هانم. يوه، احسن حد يشوفك ولا حاجة. ايه؟ اتفضلي، ممنوع تقعدي هنا. فاكراني؟ انا اللي نمت على كتفه ليله امبارح. وفاكره كمان اني شكرتك. هو الاتوبيس اللي بعده هيجي امتى؟ الساعه 8 بالليل. يا خبر، بعد 11 ساعه. موعدنا كده يا ست هاني. بايخ قوي الاتوبيس ده، كان المفروض يستناكي، والناس اللي جوه الاتوبيس كان المفروض يستنوكي. ده اول مره تركبي فيها اتوبيس ولا ايه؟ طب ما انت كمان سبك الاتوبيس. اعمل ايه بقى عبيط؟ اسمع، مفيش داعي انك تقلق عليا، احسن لك خد بالك انت من نفسك. والله فكره برضه الواحد ياخد باله من نفسه. اتفضلي. انت كان فين؟ ده كان على الكرسي. لازم اؤمني وانا بدفع التذكره. مش كنت تديهوني بدل ما اروح اتحرج عند بتوع التلغراف؟ خطتك مش حطوله ساره هانم. مين ساره دي؟ دي واحده مدلعه هربانة من أبوها. وأنا مالي؟ لا أبدا، بس عايز أقول إن كلها كام محطة وهتلاقي أبوها مستنيها بالكادلك. لا ده أنت مسكين قوي. طب وتقولي يا حضرتك في ده؟ إيه يعني؟ حادثة بتحصل كل يوم زيها وأكتر. بلط وقعت. يا سارة هانم اسمعي كلامي، خد اول اتوبيس وارجع لابوك احسن لك. محدش طلب منك نصايح. تعالى. ايه في؟ اقف كده. اتفضلوا. اتفضل. اتفضل. تعالى تعالى بس. انا مالي انا؟ انا مالي؟ داخل ايه بقى في اللي انت قلتيه ده كله؟ ما تستهبلش، انت عارف ان بابا هيديك فلوس. اوعدك لما ابقى عايز فلوس ابوكي هروح اقول له. مش هضيع الفرصة. أفهم إن ده وعد إنك مش هتجيب سيرة؟ ولما تبقى تحتاج لفلوس أنا هديلك أكتر من بابا. وما افتكرش إن رجوع البابا يهمك أكتر من الفلوس. اسمع، أنا لازم أوصل مصر بأي طريقة. أنا هديلك عنواني في مصر عشان تبقى تتصل بيا وتبقى تاخد اللي أنت عايزه. داكور؟
داكور يعني ايه؟ عشان انا ما بعرفش اتكلم بالسوبر كينج سايز. يعني مش داكور. ما تخافيش، هتوصلي مصر زي ما انت عايزه وزياده شويه، بس كل حاجه بقى بتمنها. اوكي هدي لك اللي انت عايزه. انت فعلا ما تقدريش تكلمي غير بالطريقه دي. ما فكرتيش مره تتكلمي من غير الفلوس؟ ما تعرفيش تقولي من فضلك، من فضلك تساعدني، من فضلك تديني، من فضلك ما تقولش؟ طبعا لا، اللي زيك ما تعرفش تقولي الحاجات دي. تقولها ليه؟ ما دام معاها فلوس زي الرز. احب اقول لك يا ساره هانم، وخدي بالك من اللي انا هقوله لك ده كويس، انا ما تهمنيش فلوسك ولا مشاكلك، لانك انت وابوكي ومعاكم محي سالم بتاعكم ده ما تهمونيش في حاجه. وطزي فيكي وطزي في محي سالم بتاعك وطزي في ابوكي كمان، وامشي من قدامي بقى لخنفك. السيد مرسي عبد الله هتندم. ضاء ممدوح امين مجلة الاضواء. ايه ده؟ كلمة واحدة؟ ايوه كلمة واحدة، هو هيفهم. هو مين؟ هو مين ده؟ انت مالك؟ هو كمان ربنا ما يديكش الصحة يعني تقوم تفتروا بيها على العالم. يا استاذ انت مالك انت تقول هو مين؟ يا استاذ انا عملت لك حاجة يا استاذ. اتفضل 12 قرش. تلغراف تاني من الاستاذ ممدوح. ارمي مش عايز اقراه. بيقول ايه؟ هتندم. قولي له يتنيل. لما يجي يا استاذ. طب اتنيل انت على ما يجي هو. يلا الاتوبيس هيطلع. يلا يا استاذ، يلا يا ست، يلا يا ست بسرعه شويه. من فضلك ممكن؟ الشمشيرجي كوميسيونجي متنقل عموم الجمهورية كسيب. على فكرة شكلك كده بنت ناس طيبين. دي أحسن حاجة عملتيها إنك جيتي قعدتي جنبي. ضل راجل ولا ضل حيطة؟ واحد لازم يخلي باله إن الحرام ما خلاش تبني الحياة حاجة. مش تساعديني بكلمتين بقى ولا إيه؟ هو أنت محتاج حد يساعدك؟ ده انت بربنت كلام. حلوة حلوة ملعوبة ملعوبة او كده. افريدي مفيش داعي للكسوف، احنا خلاص مالناش اغراض. بس بيني وبينك انا ما صاحبش غير الناس الهاف لايف. وحضرتك بقى متجوزة؟ احسن لك تقوم من هنا حالا. هو راح فين؟ ده انا مسلي قوي، ما عندكيش فكرة. طب اخرس خالص. ده انت زهقت بقى قوي 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 قوي. كلهم في الاول بيزهقوا مني كده، لكن بعدين بقى مش هقولك على اللي هيحصل عشان يبقى مفاجاه. تعرف ان ما قمتش هكسر دماغك. يا سلام. ايه كسر دماغك دي؟ انا مش هقوم، واللي مش هقوم هو. ما انتش خايف؟ خايف؟ اقعد هناك. نعم؟ أي خدمة؟ في كرسي هناك، روح اقعد عليه، فاهم؟ وأنت إيه اللي جابك هناك لهنا؟ عايز أقعد جنب مراتي. نعم؟ مراتك؟ حقك. أصل كنت يعني باخد، هي كانت بتطول شوية في الكلام، بس أنا كنت بأثر معاها، إنما هي لأنها هي مدام مراتك. عايز اقول لك حاجه. نعم. متشكره. انا ما عملتش كده علشانك، انا عملت كده علشان صوته كان بينرفزني.
عبد الله على السلامة. عبد الله على السلامة يا أستاذ. الله يسلمك أخويا، إزاي؟ وإزاي الأولاد؟ من فضلك ده آخر خط. أيوه. وهننزل في المطرة دي إزاي؟ أمال هتباتوا هنا؟ هو لو سمحت، لو سمحت يعني، الأتوبيس التاني هيقوم إمتى؟ أنتوا رايحين فين؟ رايحين مصر لو سمحت. هنطلع 7:30 الصبح. وده معقولة تجيبوا الناس في نص السكة وتسيبوها؟ يا ستي مواعيدنا كده. طب لو سمحت، لو سمحت يعني، مفيش حتة نبات فيها؟ أهي اللوكان ده قدامك إيه هناك. ما تخلصونا بقى عشان نقفل العربية. اتفضلوا. طب لو سمحت. لو نعم. سمحت. هو اتمنى ربنا ما يديكش وطول. الله. تفتروا بيه على العالم. إيه يا أستاذ؟ لما تيجي تكلم الناس يبقى كلمها كويس. إيه يا أستاذ؟ ولا عشان أنت طويل يعني تقول لنا مش عارف إيه وكاين إيه؟ فاهم ولا ما أنتش فاهم؟ فاهم لو سمحت ولا لا؟ عايز أفهم أنا. يلا. امشي بقى. مع السلامة. أنت عارف السكة كويس، بس ادفع الحساب الأول. اتفضل يا زين الفلوس اهي، كل واحد يحترم نفسه. تصبح على خير. وانت من اهله. بقول لك ايه لو سمحت يعني، لو سمحت اصلا عايز اوضه، فالاوضه هنا بكام يعني لو سمحت؟ جوه ولا بره؟ فوق ولا تحت؟ تفرق ايه لو سمحت؟ انا متاسف قوي على حصل مني. حصل خير. ما كنتش اعرف انك متجوزه. كان لازم تقولي. انا كنت مشغول بيك قوي. بس يا خساره، يقول لي متجوزه ما عندكيش حظ. اصل هي محسوبك بقى. يلا ورايا. اتفقتوا؟ لا ان شاء الله ترتاحي انت والافندي بتاعك. الله، انت واقفه بتعمل ايه عندي؟ هتبات هنا طول الليل؟ تعالي. حلو قوي صاحب اللوكان ده. ده موهوب. على فكرة أنا سمعت حاجة كده ما عجبتنيش. إيه؟ إيه بقى حكاية الفندي بتاعك ده؟ نسيت أقولك. أصل أنا قلت له إن إحنا متجوزين. أطير أنا بقى من الفرح. نعم؟ أطير أنا بقى من الفرح إن إحنا متجوزين. المفروض يعني إنك أنت تطيري من الفرح. ما تطيريش من الفرح ليه؟ أو على الأقل تيجي تشكريني حد. الله العظيم. غرورك ده ما حصلش. امال غرور سيادتك اخباره ايه؟ انت مكشوف وخططك مكشوفه قوي، واوعك تفتكر انك انت تقدر تعمل اي. لك ايه؟ لو كنت فاكره انا بهتم بيك عشان حاجه معينه، شيل الحكايه دي من دماغي خالص. انت بالنسبه لي مجرد خبر. اوعى تكون صحفي. انت مش عايزه تروحي المحيي سالم؟ انا هوصلك للمحيي سالم، بس بشرط تحكي لي حكايتك كلها يوم بيوم، من اول ما اتولدتي لغايه دلوقتي. الحكايه دي هتفيدني كتير، مغريه بالنسبه لي، عجباني شخصيا. مش هحكي حاجة ومش هبات معاك هنا هو الليلادي. دي عملية حسابية، الأوضة إيجارها جنيه، وأنا آسف أقول لك يا زوجاتي العزيزة إن ميزانية العيلة لا تسمح بغير أوضة واحدة. متشكرة قوي قوي، وعندك حق. بلاش التفكير اللي انت بتفكري فيه ده. بره في مطر كتير وفي ديابه. عارفه يعني ايه في ديابه؟ اختاري لك اوضه من الاثنين. انا شخصيا هختار الاوضه دي، اصلا انا احب انام لوحدي. مش احسن كل واحد ينام في اوضه لوحده؟
يعني تفتكر ان الملايه دي هي اللي ممكن افتكر الملايه دي خلي كل حاجه تمام التمام زي سور عكه. يا سلام. ايه سور عكه ده؟ الله، انت ما تعرفيش سور عكه؟ لا. سور عكه ده كان سور كبير وتخين، تخين قوي وكبير قوي، كل الجيوش اللي في العالم ما عرفوش يهدوا السور بتاع عكه ده عشان يخشوا عكه. واد بره عكه، واخد بالك، حب بيته جوه عكه، يعمل ايه؟ عايز ينط السور الكبير ده، عنده زماره، زماره قد كده اهو، قاعد يزمر بالزماره، لغايه السور عكه ده ما تداعى وراح داخل للبيت حبيبته. ادي حكايه السور عكه. يا سلام. ايه مش مصدقاني ولا ايه؟ الملايه دي بقى اجدع من السور عكه. شفت بقى ستي؟ جيوش العالم كلها ما قدرتش على سور عك، وزماره قد كده قدت حيله. انت متنحه كده ليه؟ عايزه تعرفي الرجاله ازاي بيقلعوا هدومهم؟ ما فيش اتنين بيقلعوا هدومهم بطريقه واحده، زي بصمات الاصابع. احكي لك حكايه. كان في راجل ساكن قدامنا، كان شباكنا يطل على شباكه، يفضل لابس طربوشه لغايه ما يقلع كل الهدوم بتاعته، وكان منظره يهلك من الضحك. بعد سنتين اكتشفت الحكايه، كان اقرع. انا بقى احب اقلع هدومي حسب نظريه فرويد. اقلع البنطلون الاول. طمني، سرعتك في الكفايه. انت متاكد ان ما معكش زماره؟ لا، معايا ارغول. طب تسمح تدفي النور؟ النور. طيب. ممكن تشيل الغسيل ده من على سور عكا؟ حاضر. الواحد مش ناقص بلاوي. انت اسمك ايه؟ ايه؟ تكلميني؟ انت مين؟ ممدوح امين. ممدوح امين ده اسمك؟ لا، ده وظيفتي، شغلي بشتغل ممدوح امين. مش عاجبك ممدوح امين؟ على العموم اقضي ليلتي تحت اسم حرم ممدوح امين، وبكره الصبح بيرجعهولي. تشرفنا يا سي ممدوح امين. حاجة عجيبة جدا، أول مرة في حياتي أشوفك النهاردة الصبح، ونتجوز مرتين. شكلك مستعجلة أوي للذهاب إلى القاهرة. خير؟ تصبح على خير يا ممدوح أفندي. وأنت من أهل أم سيد. أم سيد، أوعى تكوني بالشخانة وأنت نايمة أم سيد. سيادة حكم دار وصل يا فندم. ها؟ خليه يتفضل حالا. أهلا سيادة الحكم دار. أهلا أهلا.
اتفضل. ايه يا سيدي بقى المساله الخطيره اللي شغلتني بيها دي؟ بنتي ساره خير؟ اختفت مع انها كانت لسه موجوده في البلد. طيب اهدى اهدى بس واحكي لي الظروف بالظبط. اتفضل. انا هحكي لك كل حاجه بس بنتي لازم ترجع فورا. شيلك من على السرير. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. خلاص قمت. فين الحمام؟ نعم الحمام. حمام شوفي انت هتفتح الباب تخش يمين، بعد ما تخش يمين تخش شمال، تفضل ماشي في الشمال ده على طول، هتلاقي في الاخر عسكري مرور. عسكري المرور ده جنبيه محكمة، تحت المحكمة في ولاية بتقلي طعمية، جنب الولاية اللي بتقلي طعمية في واحد بتاع تين شوكي حواليه زحمة، ورا الراجل بتاع تين الشوكي ده هتلاقي خرابة. هناك؟ أنضف من اللي بره. بس أنا ما أقدرش أطلع بره كده أبدا. طب تلبسي إيه؟ تلبسي إيه؟ خلصي. خليك معايا بقى امال عشان ايه؟ ايوه. بقول لحضرتك ايه؟ اساسا في حد في عليكم كان مخبر؟ من فضلك مش هو ده الدبليو سي؟ ايوه هو ده الدبليو. متشكره. تعالي هنا بلاش حركات، رايحه فين؟ مش ده التواليت؟ ايوه بس بالدور. دور؟ ايوه ايوه زي الجمعيه. اتفضلي في الصف لحد ما يجي دورك. بس انا ما اقدرش استنى لاخر الصف. يا اختي اتصرفي بس بعيد عن دوري. ايه ده؟ اقفلي اقفلي. بريه منكم يا نسوان البعض. روحي كده. اللي اتأدب ما بقاش في دم ولا احساس. نعمل ايه؟ الغربه بترمينا على اللي يسوى واللي ما يسواش. طب صبري يا ستان. ايه خش اخوي. على العموم حصل خير. ما كنتيش عامله حسابك على الرياح. لابسه هدوم ويا حلوه. تعرف اني الاقي عليك قوي. انا بقى اصلا فاهمها وهي طايره. ده ما بيسموه حب احلى من حب، صح؟ لا غلط. حلو يبقى هنوصل ناخد وندي مع بعضينا في الكلام. انت عارف انت لو ما مشيتش من هنا انا هعمل فيك ايه؟ خير. هندهله يقطعك حتت 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 يخليك ترانشات. ما كلهم بيعصبوا معايا ليه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، أصل قابلت شوية ستات ظراف قوي في الحمام، فقعدة نرغي لحد لما الوقت سرق. مين؟ لا أصل أنا طالب شاي. أدخل. بص عليه، انتوا بتحرجونا ليه؟
انا بتبص على ايه؟ استنى خد. بقول لك يا ام السيد، الفطار عباره عن بيضه واحده وحته جبنه واربع زيتونات وكوبايه شاي، واعملي حسابك ان ده هيبقى اكلتك لغايه ميعاد الغدا. اي شكوى تانيه؟ لا، كنت هجيب لك مربى بس لقيتها بتتباع بالعلب، استخسرت. لا ما فيش داعي للاعتذار، انت ما تتصورش انا فرحانه قد ايه النهارده. واني كمان ايش عرفني انكم بولياس؟ ها قريله للطاقه. هي اها اللي مخليك مزقططه كده على الصبح؟ مش عارف. ابو الفتيح قال لك نكتتين ولا حاجه؟ ابدا، ده كان بيعتذر عن اللي حصل منه امبارح، هو بيقول انه ما يعرفش اننا متجوزين. اتفضلي قولي. تلاقيك متصور ان اللي حصل مني ده غباء، اقصد حكايتي مع بابا وهروبي وكل حاجه. لا بالعكس، دي حدوته مش بطاله. لا انت فاكرني غبيه ومتدلعه، بس المتدلع ده متعود انه يلاقي كل حاجه تحت امره على طول. انا غير كده، انا كان دايما بيتقال لي لازم اعمل ايه واعمله ازاي وفين ومع مين، ما كانش عندي ابدا حريه الاختيار. تصدق ان دي اول مره فعلا اكون فيها لوحدي مع راجل؟ تصدق دي معجزه، انا مش ميته في جلدي من الخوف. بس انا بقى خايف. لا انا بتكلم بجد. وانا كمان بتكلم بجد. لا حقيقي دي اول مره اكون فيها لوحدي. وانا كمان اول مره اكون فيها لوحدي. يعني انا دايما ندوات مربيات ورجاله حرس، دي حاجه تفلق يا اخي. ازاي بقى حد لاقي كل دول يخدموه ويسلوه؟ انا مره هربت منه، كنت مبسوطة قوي قوي قوي، كان نفسي أنزل أشتري حاجات، بس ما لحقتش أتهنى بالإحساس ده. قفشوني قفشوني في محل شيكوريل، قعدت أجري 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 منهم لحد ما ركبت أول عربية قابلتها. تفتكر كانت عربية مين؟ عربية الكلاب؟ لا، عربية محي سالم. صدفة، صدفة حلوة برضه إنك كنتوا تتقابلوا في عربية الكلاب لأول، في عربية اسمه محي سالم لأول مرة. بابا قلب عليا الدنيا، بس ايه كان عامل زي المجنون. انت مين اللي علمك تسائي كده؟ نعم، مين اللي علمك تسائي كده؟ ما تقوليش بقى ان ده غلط. لا ده غلط. ليه؟ هقول لك ليه بقى. المفروض انك انت لما تيجي تحط السميطه في الشاي لازم تحطيها على درجه حراره معينه، وبعدين ما تسيبيش السميطه تتحط في الشاي كتير لان السميطه هتبوش، فلازم في اختلاف درجات حراره تحطها في اعتبارك بين الشاي وبين السميطه، كذلك درجه تركيز السكر، يعني السكر لما يبقى خفيف غير لما السكر يبقى تقيل وانت بتحط السميطه في قلب الشاي تبوشيها عشان خاطر هي دلوقتي باشت. شو بقى ازاي؟ انت تاخد السميطه كده واخده بالك انت وتحطيها ايه في كوبايه الشاي كده، درجه حساسيه معينه واخده بالك، يا دوب تروح عامله وبعدين تعمل بعديها على طول كده بقى. من غير الطريقه دي ما يبقاش تسقيه في الشارع. انا هعمل كتاب على الحكايه دي، هسميه سبهلالي في تغميس الشاي السكري، وهكتب اهداء عليه ليكي. اشكرك. عارفه هكتب ايه؟ البنت ال 120 مليون جنيه الذي لا تعرف كيف تسقي. انا مستعده ابدل حياتي في اي لحظه وفي اي وقت مع بنت سمكري ولا حتى صاحبي. انتوا عايزين ايه؟ يا ابو ليه بندور على واحده هربانه. انا ما عنديش حد هربان، وعلى العموم هم نايمين دلوقتي، لما يصحوا ويخرجوا ابقوا دوروا عليها. لازم ندور عليها. اسمها ايه اللي بتدوروا عليها؟ اسمها سارة منير. سارة منير؟ احلاوي ساوي. ايوه. انا ما عاسبكوش تزعجوا الزباين، وما حدناش حد بالاسم ده. بوليس بابا بلغ عني، هعمل ايه ممدوح؟ بتبصي لي ليه؟ هو انا اللي اتجوزت محي سالم؟ ما تمشي بك بقى. بقول لك يا خديجه، حسنيه اختك بعت لنا جواب بتقول فيه انها عايزانا نروح لها اسيوط. انا بقول ننزل نروح لها اسيوط، والا هتقطعنا هي وتشتكينا في المحكمه كمان. انا ماليش اخوان. دي اوامر علينا. ما جراش. طب يا اخويا هتخلي في اليومين دول، اختي ما بتلاقيش ريحه جوزها وهي حامل. طب
حسنان بساف ولد، يا ريت تجيب ولد. العيال ابدع من نسوان، انا بقول ننزل اسيوط. في ناس عايزينك يا ممدوح. مين اللي هيعوزني في البلد؟ انا ما اعرفش حد هنا. ما تسعش نفسك كده يا حبيبي مار. انت اسمك فيه ايه؟ في ايه؟ ايه دول؟ رجاله؟ الله 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 والله وجه اليوم اللي بقيت تكلمي فيه رجاله من ورايا يا بنت الصراماطي. ما انا حق عليا. انت جننت. ما انا اتجوزت عليها اللي راح فين يا بنت؟ انا حق عليا اللي اتجوزت واحده ابوها الصراماطي. ممدوح انت زودتها زياده عن اللزوم، مش هقدر استحملك اكتر من كده. وكمان بتدوقي فيا يا بنت ولا ايه؟ بتدوقي فيا؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ احنا بندور على بنت اسمها ساره. اسمها ايه؟ اسمها ساره. مالها يا اخويا؟ ابوها مجول كبير معروف، اظن سيادتك بتعرفه. ما اعرفوش ومش عايز اعرفه انا. انا مرات ابوها الصرامات، مش كده يا بنت؟ ابوك الصراماتي؟ مراتك تشبه لها تمام، مش كده يا محمد؟ ايوه، بيضه وشعرها اصفر. الله، بيضه وشعرها اصفر. انت بتبصص لمراتي وانا واقف؟ انزل انت يا جدعان، يتبصص لمراتي وانا واقف؟ تعرفيها بنت من ورايا ولا ايه؟ في بينك وبينه علاقه؟ رد عليا. اهدى بالله. الله الله الله، انت بتحط ايدك على مراتي وانا واقف كمان؟ هو ده معقول؟ ايه ده؟ تحط ايدك على مراتي وانا واقف؟ هو ده اللي ناقص كمان؟ انت واقف بتنح كده ليه؟ ما تقولش حاجه. ما تحط ايدك على مراتي انت كمان؟ يلا يا جدعان، هو ده كلام. انت واقف مستني ايه؟ واقف يا بيه. ما تيجي تحط ايدك على مراتي. لا يا بيه، صلى على النبي. ما تيجي خد حط ايدك على مراتي انت كمان. والله عالي يا بنت الصرامات. ايه بقى؟ ما خلاص. بس على فكره يجي منك. ها، وانت مش بطال، بس الالم كان جامد قوي بقى. هم المين ولا الم واحد؟ لا هم اتنين. مين اللي جد عايز يبصص لمراتي؟ الاتوبيس ماله؟ بعد خمس دقايق. أنا عايز نتيجة. بنتي موجودة بين هنا وأسوان، ما تلاقوهاش إزاي؟ أنت متأكد إنها مش عند محي؟ لا، إحنا مراقبينه كويس قوي ومسجلين عليه كل تصرفاته، حتى مكالماته التليفونية. أنا مشغول عليها قوي يا أبو دياب، خايف لا يجرى لها حاجة. نعمل إيه يا فندم؟ سيادتك تؤمر. ها؟ نعمل إيه؟ اسمع عادل، اعمل اعلان في التلفزيون، انشر صورتها في الجرايد في المجلات، عن مكافأة كبيرة للي يدلنا عليها، 1000 جنيه، 3000 جنيه، 5000 جنيه، المهم ان احنا نلاقيها بأي ثمن. يا اسطى ربع ساعة بالكثير عقبال ما اشوف كوريه.
قول لي يا خينا، قريت جورنال النهارده؟ السفر بالطريقه البدائيه دي بيعزل الواحد عن الدنيا. اه متشكر. اللي له هدف عاوز يوصل له لازم يتبع الاخبار يوصل. معقول قوي. تبقى حاجه ظريفه لو الواحد طلع من الحكايه دي 50 ورقه من اللي بالك منهم الجداد دول. مظبوط. مبلغ كبير. لو انا لاقي البنت دي تعرف هعمل ايه؟ ايه؟ حاسب معاك بالنص. تقسم معايا بالنص ليه؟ اصل انا صاحب مبدا ومبدئي اللي ياكل لوحده يزور. يعني قصد حضرتك ايه؟ مش فاهم انا. نصيبي 2500 وايه اللي هبوظ لك الشغلانه؟ ها قلت ايه؟ بقول لحضرتك ايه، تعالى نتفاهم على رواق. تعرف الحمد لله انا قابلتك، انا كنت محتاج واحد زيك من زمان. مش هتندم. انا عاجبك قوي. اه والله الواحد برضه ممكن يستفيد منك. شوف ما دام بتكلم ابو الفتوح يا بتكلم الجدعنه والشهامه والرجوله. معاك طبنجه؟ نعم طبنجه. ايه طب خلاص معلش، على العموم انا معايا جوز مدافع رشاشه في الشنطه، هديك واحد منهم يمكن تعبنا شويه متاعب قدام، وجايز نتصادم مع البوليس. ايه؟ نتصادم مع البوليس؟ نتصادم مع البوليس ليه؟ انا قد البوليس يا اخويا، حرام عليك. اذا جيت معايا هتاخد اللي انت عايزه، ويمكن اكتر شويه. انا هكلم لك الوحش عشان ياخد باله منه. ها؟ وحش؟ الراس الكبير، المعلم، رئيس العصابه بتاعتنا، راجل طيب قوي قوي قوي. يا نهار اسود. هو انت خاطفه؟ امال انت فاكر ايه؟ اوعى تكون فاكرنا بندور على المكافأة التافهة دي، ده أكل كتاكيت، إحنا راسمين على أرنب بصراحة. أرنب؟ أرنب يعني مليون جنيه بالطريقة بتاعتها. ما كنتش أعرف إن الحكاية جامدة بالطريقة دي. إيه مالك؟ وشك أصفر كده ليه؟ أنا راجل متجوز ساعات فيه وعندي عيال، أنا ما أقدرش أدخل نفسي في المشاكل الجامدة دي. يا راجل أجمد. يمكن ينوبك ربع ارنب ولا حاجه. يا بيه انا ما بحبش الارانب. يا بيه انا راجل عيان، انا رحت عند الدكتور علي عبد اللطيف. مين؟ الدكتور علي عبد اللطيف اللي في باب اللوق. ماله؟ وقال لي كل حاجه، اوعى الارانب. وانا رشيت هي ساعتك دي رشيت يا بيه، حسيت كده بس عليك ولا حاجه دي. اتفضل. انت بتزعق ليه دلوقتي؟ وطي صوتك يا حمار. انت فاكر ايه؟ هو دخول الحرام زي خروجه؟ انت حاسس بفضحنا ولا ايه؟ اسمع اسمع بس، تعالى انت دلوقتي خلاص بقيت معانا في اللعبه دي، وهتفضل معانا على طول. انت دلوقتي تعرف حاجات اكتر من اللازم. ورحمه ابويا ولا عدمه ما هقول حاجه. طب وانا اعرف منين انا؟ انا بقول اخلص عليك واخلص. نهارتك يا سعاده البيت، ابوس ايدك وشي وظهري يا سعاده البيت. انا بعرضك يا معلم، انا خلاص انا نسيت وان قلت كلمه اقطع لساني من الجدش. انت اسمك ايه؟ خدامك في فتوح الشباشيرجي يا بيه. الشما ايه؟ الشباشيرجي يا بيه. ساكن فين؟ 13 سوق البقر. سوق ايه؟ البقر يا بيه. البقر؟ عندك عيال؟ خمسه يا سعاده البيه في وش العدل، لسه منهم واحده على البز يا سعاده البيه. على ليه؟ على البز يا بيه. بتحبهم؟ اه ابوس ايدك وش وظهر، اوعى تعمل فيهم حاجه. انا بقول اعمل فيهم حاجه. طب عندك يا سعاده البيه. طب اسمع. لا تقفل بقك وما تجيبش سيره لحد. هسوق وهسكره. عارف مره واحد جاب سيره، عارف عملنا فيه ايه؟ مش يتكلم يا سعادة البيت، يستاهل. امشي بقى يا سعادة البيت. اتكل على الله. يلا تعالى. لا لا، في ايه يا سعادة البيت؟ انا بقول اخلص عليك احسن. عارفك يا معلم. طب اسمع. نعم. بلاش الاوتوبيس ده، تاخدها على رجليك جاري لغايه مصر. مصر؟ ايوه مصر. فك الكعب يا بيه. السلام عليكم. يلا يا حبيبي يلا اجري.
هات الشنطة والبلطو وتعالي بسرعة. بقول أحسن تتصلي بأبوكي بعد ما نوصل أول بلد. مش هتصل بيه طول ما أنا عايشة. أنا شخصيا ما عنديش مانع لو أنت بس تقدري تستحملي الجوع. قصدك إيه؟ قصدي يعني الأكل بفلوس. ليه أنت مش معاك؟ ولا مليم، كان معايا قبل ما بات في اللوكاندا. أنا هوصل مصر ولو على لحم بطني. يا بخت محي السالم. بس هنوصل إزاي؟ لمصر؟ أفتكر كفاية قوي يعني لغاية مصر. أديني ماشية وراك. مش خايفة مني؟ لا. يا رجلي طب امسكي طيب الشنطة. هاتي ايدك. اهي هاتي ايدك. بتعمل ايه؟ البلطو وقع، هاته بس. يا ريت تبطلي المعاكسه دي. اسفه، من زمان ما حدش شالني شلت السقه. ومين اللي كان بيشيلك شلت السقه؟ بابا لما كنت صغيره. مستحيل. ازاي مستحيل؟ بابا كان يشيلني كده وكان يقولي ان دي شلت السقه. مش معقول واحد في عيلتكم يعرف يشيل شلت السقه. عمر ما شفت واحد غني يعرف يشيل شلت السقه كويس. ده كلام فارغ. شلت السقه عايزه راجل بيحس، يكون قلبه حنون، بيحب كل الناس، شاعر، رقيق. طبعا على كده الغناء ما عندهمش المؤهلات دي. ولا ريحت. انت متحيز. انا متحيز؟ ايوه. طب انا بقى ايه؟ ايه؟ هفرجك بقى كلمة متحيز دي. دقيقتين وهيبقى عندنا سريرين. ايه ده؟ احنا هننام هنا؟ انا شخصيا هنام هنا، انت بقى حر اعملي اللي انت عاوزاه. ممدوح. الله، ممدوح. نعم. انا جعانة. لا، انت متهيألك بس. لا مش متهيألي، انا جعانه وخايفه كمان. مش ممكن تبقى جعانه وخايفه في وقت واحد. بس انا جعانه وخايفه. لو كنت خايفه بجد الخوف هيطرد الجوع. خايفه بس الجوع اقوى. طب حاولي تنسي. ما اقدرش انسى، انا لسه جعانه، جعانه قوي قوي خالص. انا كان مالي ومالك انا؟ انا عايز اعرف كان مالي ومالك انا؟ عقلي كان زماني دلوقتي في مصر. اوصل الست متجوزه لغايه بيت جوزها ليه؟ انا مال انا؟ يلا سريري جاهز. هدومي هتتوسخ. اقلعيهم. ايه؟ خلاص ما تقلعهمش، اعملي اللي يعجبك. بس وحياتك بقى بلاش كلام، عايز انام في هدوء. غير محتمل دلوقتي، كل لما افتح بقي بكلمه تشخط فيا.
اذا كان وجودي معاك مضايقك بالشكل ده تقدر تسد؟ اه محدش هيحوشك. انا اعرف اخد بالي من نفسي كويس قوي. ممدوح 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 كنت فين يا ممدوح؟ فين؟ ليه يا ممدوح؟ ضرالك ايه؟ انا ما غبتش اكتر من دقيقة، رحت ادور لك على حاجة تاكليها. انا عارفة بس كلي على قد ما تقدري، كلي لغاية ما تشبعي. لا لا مش عايزة اكل دلوقتي. مش بتقولي انك جعانة؟ كنت ودلوقتي؟ خفت قوي، والخوف طرد الجوع. الخوف طرد الجوع. يعني انت دلوقتي مش جعانة؟ لا. طب بفكر فيكي. صحيح؟ كنت بسأل نفسي ليه البنات اللي زيك مدوخين نفسيهم؟ أمال عايزنا نعمل إيه؟ ندور على عربية نركبها. بقالنا ساعتين بندور. قول لنا بقى هنركب إمتى؟ لسه بدري، كمان شوية هتيجي العربيات. طب إذا ما كانش عندك مانع نقعد هنا نستنى شوية. اسمع، معاك حاجة أسلك بيها أسناني؟ سنتي فيها قشاية بتوجعني. احنا لسه عملنا حاجة. ابلعي علشان مش هنلاقي نفطر. ما تفكرنيش. بتاكل؟ بتاكل ايه؟ سبانخ. هيكون ايه؟ ما شفتيش جزر خالص قبل كده؟ بس انا ما بحبوش. ما تحبهوش؟ اعمل ايه؟ انا بحبه يا ست. عاجبك كده؟ العربيه راحت من ايدينا. طب ايه العمل دلوقتي لو ما عرفناش نوقف عربيه؟ ما تخافيش هيوقفوا لنا. الحكايه ازاي الواحد يعرف يشاور لهم؟ انت خبير في المساله دي؟ الا خبير. هو انت ما فيش حاجه ما تعرفهاش؟ لا ما فيش حاجه ما اعرفهاش. الحكايه اصلها بسيطه.
انت ازاي تعرفي تشاور؟ في ناس شوفها مقول، في ناس تقعد تشاور تهبل كده، وفي ناس تطبش على العربيه كده. المساله محتاجه لشيء من النظام، هو الصباع ده تشاور لهم كده، تشاور لهم كده، اي عربيه تقف على طول. اه طب الحق بقى، عربيه جايه هناك اهي، وقف. خدي بالك مني بقى، ها هو الصباع يعني. طب الحق بقى، في عربيه جايه هناك اهي، وقف. ممكن تتفضل تستريح وتسيبني انا اتصرف؟ انت بقى هتتصرفي؟ طيب بتعملي ايه؟ عرفت اوقف العربية؟ لو كنت من غير ستان كنت وقفت 40 عربية وعشرة بلدوزر كمان. مش محتاجين 40 عربية. عرسان جداد مش كده؟ انا كمان لما كنت زيكم قضيت شهر العسل بنفس الطريقة، اتصرمح في الشوارع واوقف العربيات. شباب شباب بقى، راح خد املي وراح، خد قلبي وراح. بقول لحضرتك ايه، انت مش خايف على لوزك؟ لوزي اللوزي اللوزي والجوزي الجوزي، وانت يا راسي وحشتك جوزتي. ايه رايكم يا جماعه ناخد لنا لقمه؟ لا شكرا، احنا مش جعانين مش جعانين. انا واخد بالي، الشباب لما بيحب ما بيحسش بجوع. طبعا. كل اللي حاب شبع، وانا لوحدي جعان. كل موافقتش على عزومتي دي. حد عارف ده مين؟ شكله ما يطمنش. انا جعان. كلي جزر. مش بحب، هروح اكل معاه. لو رحت هقطم رقبتك. يلا ننزل نمشي رجلينا وانت هتنسي بطنك. يلا يلا. همك على بطنك قوي يا اختي. ازاي حصلت؟ جاموسه فرملته، لحقته، رميته من العربيه وخدتها. حرام، يستاهل. تيجي نبيعها ونتغدى بتمنها؟ بالسهوله دي؟ اصل جعان. ما عندكش حاجه تانيه تتاكل غير الجزر؟
اسمع يا محي سالم، انت انا ما غيرتش رايي فيك، انا عمري ما حبيتك ولا هيجي يوم من الايام ان انا احبك، اظن كلامي ده واضح. واضح جدا، وده ما ضايقنيش في حاجه، اصل انا وساره اتجوزنا عشان بنحب بعض، وهي دلوقتي بتبرهن لحضرتك على كده. لقطة ومش هتسيبها. معلش غلبتني، انا هحاول اتعود عليك ما دمت انا المهزوم. وصل ان اروح لمنجمين ناس يشوفوا البخت؟ انا بقالي 3 ايام ما نمتش، هتجنن لو ما لقيتهاش. والله انا كان ممكن اعمل حاجه، كنت اقدر اساعد، يقول لك انت منعتني. انا كنت متراقب ليل ونهار. خلاص ساعد، هنشيل المراقبه. امبارح اعلنت في الجرايد اني اتنازلت عن رفضي على جوازك منها وطلبت منها ترجع، ورغم كل ده مفيش خبر عنها. لازم مش واثقه في كلامي. وصول ازاي بعد كل اللي حصل؟ خلاص انتهينا، عشان كده انا بعت لك. في هنا صحفيين عايزين تصرح لهم ان احنا الاثنين اتفاهمنا مع بعض، واتفقنا ان لو ساره رجعت انا مش هتدخل في جوازكم. ايه رايك؟ اذا كنت صحيح هتعمل كده. ايوه خلاص، ما بقاش يهمني تتجوز مين ما دام في النهايه هترجع لي. وانا مستعد اقول اللي انت عايزه. اتفضلوا. محي سالم جوز بنتي. صوروا. اتبسم. ها ربنا وفقك؟ ايوه. والفلوس؟ ما جبت سيرتها، الراجل فاكرنا هنقعد هنا اسبوع، من هنا لبكره الصبح لازم يشوف لنا حل. كويس. كويس انك فاكره انه كويس، لكن انا رايي ان ده غلط. لزومه ايه قعدنا هنا الليله دي؟ احنا نقدر نوصل مصر في اقل من ساعتين. انا ما اقدرش انزل مصر بالليل والناس نايمه، عايز اوصل مصر بالنهار. على كيفك بقى. انت برضه لسه بتصدق الناس؟ قلت لك 1000 مره تخلي بالك. ده باين عليه ابن حلال. كلهم ولاد حلال، بس ساعه الدفع ما تلاقيهمش. ده قال ان هيقعد اسبوع وعنده عربيه تحت. برضه قلبي مش مطمن. خليه على الله. اطفي النور. الليله دي اخر ليله، اخر ليله هنكون فيها مع بعض. بكره الصبح هتكوني في حضان جوزك. ايوه. وانت هيكون عندك قصة عظيمة. ايوه قصة عظيمة. سرعك؟ ايوه سرعك. بس المره دي بزجزاج وبالفسيفساء. المفروض دلوقتي انك انت غلبت ابوكي وعملت اللي انت عايزه تعمليه، ليه ما انت سعيده؟
هشوفك في مصر. لا. ليه لا؟ أصل أنا مش من عادة أزور ناس متجوزين. مفيهاش حاجة يعني لما تيجي تزورنا. أزوركوا ليه؟ إيه الداعي؟ يعني مش هشوفك تاني أبداً أبداً؟ أنا عملت اللي عليا وصلتك لمحي سالم. مش ده اللي أنت كنت عايزاه؟ قول لي. أنت عمرك ما حبيت. إيه؟ يعني. تعرف؟ أنا متهيألي إنك تسعد البنت اللي تحبها قوي. ما بتردش ليه؟ أنا عايز بنت بسيطة طبيعية، بنت ترضى باللي أنا أقدر أقدمه لها. مرة شفت جزيرة على النيل لسه في خيالي لحد دلوقتي، ما فيهاش حد أبدا. اتمنيت إن أنا أبني أنا والبنت اللي بحبها بيت صغير لونه أبيض على الجزيرة دي، لونه أبيض وكل شيء حواليه أخضر، كل بوصة فيه بتاعتنا، جزء مننا، وهي كمان فاهمة إحساساتي، فاهمة أفكاري، مش فاهماني وبس، حاسة بيها وهي جوايا، بحس وأنا في حضنها، والاطمئنان والراحة، هي دي الحياة اللي أنا أحب أعيشها، حياة بسيطة. مفيهاش مشاكل، وهي دي البنت اللي في عقلي وفي خيالي. تنسيش انك انت متجوزة. مش ممكن تخرج من حياتي دلوقتي، ما اقدرش اعيش من غيرك. ارجع سريرك.
سيد، انت بتتكلمي جد؟ بتتكلمي جد يا ام سيد؟ يعني ممكن تيجي معايا؟ ام سيد يا ام سيد ولا مامي، هات بوسه. مليت؟ 35 لتر. طب امسك دي من فضلك. حاضر. خليها معاك رهن لحد ما ارجع لك. الله، ايه العالم المجانين دي؟ الله يخرب بيوتكم. مساء الخير عايزة. مساء النور. اوعى تخش، ده انا ويلك على نية. معلش، صوت وحشني. انت حاضر. امر بالطبع. صباح الخير يا مرسي. بره بره. دقيقة واحدة يا مرسي، ما انا اطلع بره. مرسي اسمعني بس، ما انا ما تقوليش يا مرسي. طيب يا مرسي بيسمعني، انت عارف ان انا بحبك، واي خبطة صحفية ولا قصة مثيرة بلاقيها باجي لك جاري، مش كده يا مرسي؟ لا اسمعني بس، انا هقول لك، انا عندي حاجه من النوع ده دلوقتي. عرفت الغرفات اللي كنت ببعتها لك دي كانت علشان صار عارفها؟ دي خبطه صحفيه بقى ولا لا؟ لا انا جاي اديها لك دلوقتي. انت كذاب. الكلام ده انا ما بقتش اكل منه. صدقني انت معايا يوم بيوم من اول ما هربت. كل اللي انا عايزه منك 50 جنيه. 50 جنيه؟ اخرج من هنا قبل ما ارميك بره. يا مرسي انا محتاج 50 جنيه دلوقتي حالا. أنا في ورطة. إيه هي الورطة؟ عاوز أحطم سور عكا. إيه؟ مين؟ سور عكا. اسمع، افرض أنا قلت لك إن سارة هتطلب الطلاق. مش ممكن. وإنها هتتجوز واحد تاني. ده سكران؟ قصة زي دي ما تساويش عندك 50 جنيه. إذا كانت حقيقي تساوي أكتر. طيب يا مرسي، أهي معايا أهي. والتاني اللي هتتجوزه ده يطلع مين؟ أنا يا مرسي. إيه؟ مين؟ أنا يا مرسي. دلوقتي أنا متأكد إنك سكران. أنا مروح وما تزعلنيش أكتر من كده، أحسن نفسي تنصد على الغدا. مرسي، إحنا بقالنا قد إيه أصحاب؟ لازم تعرف إن أنا بتكلم جد. أنا في عرض كل دقيقة. دي مستناني في اللوكندا جنب بني سويف، ومعاش فلوس تدفع اللوكندا، لازم أرجع حالا. دي ما تعرفش إن أنا سبت اللوكندا. وريني كده. بقى فيه في الدنيا راجل يخطب واحدة ست من غير ما يكون فيه ولا مليم في جيبه؟ أهو بقى اللي حصل. شكر قوي يا مرسي. هدي بقى هكملها واجيبها لك بعدين. كنت متاكد انك كذاب. شوف عشان تبقى تسمع كلامي. تليفون هنا ولا هنا؟ ده هي الست اهي. اه ايه في ايه؟ ازاي تخشوا عليا كده من غير اذن؟ فين جوزك يا الدلعادي؟ جوزي؟ ايوه جوزك. انت لسه بتقول جوزها؟ ما انت شايف نفس هدومه ازاي؟ صندوق طار.
خد عربيته وطار مقبك على شونة. هي مستغربة كده ليه؟ ليش عرفني؟ لازم يرجع. هيرجع. هيرجع يعمل ايه؟ انت راجل لسه واقف، ما تطلب البوليس. الاشكال دي ما تنامش في لوكاندا، دي تنام في التخشيبة. اتحرك خلصني. قولي لي يا بنتي، معاكي فلوس؟ لا. ليه؟ طب انجري على بره، لولا مش عايزه فضايح في اللوكاندا كنت سلمتك للبوليس. طب يلا يا بنتي ما تضيعيش وقتنا، عاوزين نكمل نوم. لا ممكن يا اختي، وبيخلي بالك من الناس اللي بتلقطيهم من السكك. يلا خلصينا بقى. خدي البسي هدومك وامشي. ايوه احسن تمشي. حسن. نعم. اخرج. حاضر. مستنيه ايه؟ اقدر استعمل التليفون عشان عايزه اكلم مصر. هتكلمي مين في مصر؟ هكلم بابا عشان يجيب لكم فلوس. الحق يا حسن. ايوه تعالى. انا جاي. انا عايز اتكلم بابا في مصر يجيب فلوس. عايز اتكلم بابا في مصر عشان تجيب فلوس؟ يا راجل كلمتني وانت عملت البغبغان. انا ما طولك بالي بس يا سنيه، ما تخليها تكلم بابا يمكن يجيب فلوس. نعم. بس بابا راجل مقاول مشهور كبير قوي، يمكن تكونوا سمعتوا عنه. منير رحمي. منير رحمي؟ ايوه. انتوا ما بتقروش جرايد ولا ايه؟ نقرا. انت تبقى بنته؟ ايوه. محتاجة قوي، عمري ما احتجت له قد دلوقتي. ادوني التليفون اكلمه. اتفضلي يا بنت من الرحمه. حسن انت من ورا وانا من قدام، الاصناف دي شاطره في الزواغان. البنت من الرحمه. ما تزعليش مني يا حبيبتي، انت زي بنتي برضه. قول واحد ودي بيخاف على بنات الناس زي البلاد بالظبط. بابا. سارة. بابا. بنتي. يا حبيبي يا بابا. بنتي حبيبتي. وحشتني قوي قوي. برضه تعملي فيا كده؟ انت مش عارفه انك حياتي. ازيك يا بابا؟ سامحني يا بابا، انا متاسفه قوي. ساره سمسم انشغلنا عليكي قوي يا حبيبتي. يا حبيبي يا بابا. يا سعاده البيت. ايوه دي كانت منورانا والله. متشكر. يا سعاده البيت. ايوه دي كانت منورانا والله. متشكر. يا سعاده البيت. عايز ايه؟ دي كانت منورانا والله، بس محدش دفع الاجره. لو سمحت يا انسه، ازاي قضيتي اوقات غيابك؟ بعدين مش وقته. يا سعاده البيت. سيب سعاده البيت وقول عايز ايه. اديهم 1000 جنيه. حاضر يا سعاده البيت. ادعو لسعاده البيت. ربنا يطول عمره. ادعو لسعاده البيت. ربنا يخليك. ادعو لسعاده البيت. ربنا يديله الصحه. هاتي بقى لما اشيلهم. لا انا عارفه هعمل فيهم ايه. هوضب اللوكنده وهيئها. عشان الواحد ما يعملش معروف ويندم عليك ابدا. الفضل ليا انا، لولا اي ما صلي الفجر حاضر ما كانش حصل اللي حصل. عم حسن. ايوه عم حسن. هو المدام راحت فين؟ خطيب الست مراتك وابوها جم خدوها ومشي. وهي ماشيه مع ابوها وخطيبها قالت السلام امانه للبيه جوزي. مين اللي جابهم؟ انت اللي بلغتهم؟ ابدا والله يا بيه، هي قامت من النوم. ونجيبها شمال ونجيبها يمين مفيش فايده. قالت لا يا ست جوزك زمانه جاي، وهي ابدا. هاتولي التليفون. لا وقالت بلاش فقر، انا عايزه خطيبي، خطيبي غني ويعرف قيمتي. احنا مالنا بقى يا بيه؟ روح يا اخويا اتصرف معاها. واحنا مالنا احنا؟ روح لها هي وتصرف معاها هي. شفت يا منير؟ شفت رجعت واحد اتجوز محي سالم برضو. تصوري سارة رجعت واحد اتجوز محي.
استاذ مرسي زمانه جاي، اتفضل. لما يجي بيديله الفلوس ده عايزه بيقولي له ان انا كنت بهزر معاه. حاضر. الواحد لازم يعمل كل حاجه في المجله دي بنفسه، كلكم زي اللي استاذ مرسي. الاستاذ ممدوح كان هنا وساب لك الفلوس دي وبيقول لك كان بيهزر معاه. هو فين؟ اهو لسه ما خرجش من المطبعه. ممدوح 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 استنى دقيقة واحدة. ممدوح. اهلا مرسي. انا اسف كنت بهزر معاك. ان جيت للحق فاتت علي. عارف يا مرسي كانت هتبقى قصة مش بطالة. لا عظيمة لكن اهي الدنيا كده تفضل تقرب من لقمة لغاية ما تحس انها بقت في بقك وبعدين تلاقيها راحت على الفاضي. يلا كله محصل بعضه. خد ولما تروق يبقى فوت علي. شكرا يا مرسي مش عايز. شكرا مرسي. سارة سارة ايه ده انا خبطت كتير على الباب. بابا كل حاجة جاهزة هتبقى حفلة مدهشة. تعرف ان محي محضر لك مفاجأة هايلة. سمعت بيها. في ايه يا سارة؟ ايه اللي مضايق يا بنتي؟ ولا حاجة يا بنتي. انا مشغول عليك. انا مرضيتش اسألك علشان ما ضايقكيش. مش هو ده اللي انت كنت عايزاه؟ ولا غيرت رأيك من ناحية محي؟ لا اذا كنت غيرت رأيك كان احنا فيها اهو. انت عارفة شعوري من ناحيته. انا يهمني انت انت وبس. أنا عايز أشوفك سعيدة مبسوطة مرتاحة. بابا أنا متأسفة أوي يا بابا. أنت عندي بالدنيا كلها وأنت عارف كده كويس. أنا قلبي ما عادش يستحمل زي زمان. أيوة يا بنتي أنا ما شفتكيش بتعيطي من أيام ما كنت طفلة صغيرة قد كده. لا المسألة جت. طب قوليلي قابلتيه فين؟ في الأتوبيس. أتوبيس؟ يبقى مين؟ معرفش حاجة عنه بس بحبه. خلاص ما دام الحكاية جد بالشكل ده يبقى نقلب الدنيا عليه. لا يا بابا لا لا ده بيحتقرني. إيه ده؟ يقول إني دلوعة وأنانية ومش مخلصة. مش معقول. ورأيه فيك أنت كمان وحش. لا بيقول إنك مسؤول عن طباعي الوحشة وإنك معرفتش تربيني. قليل الأدب لكن دمه خفيف. أنا بقول يعني ما دام الحكاية بالشكل ده مش أحسن نفض الحفلة دي؟ لا يا بابا لا. بس ده يبقى تغفيل. ما يهمنيش. أنا مش عايزة أتسبب في مشاكل تانية. أنا طول عمري بعمل مشاكل. حمية تقيلة عليك. تعبتك وتعبت نفسي معاك. أنا زهقت يا بابا. أنا لازم أستقر. ما يهمنيش إزاي. مش البنت لازم تستقر؟ أنت اتغيرت يا سارة. أنا انهزمت مرة واحدة في حياتي. حسيت إني رخيصة وكارهة نفسي. أنا مش هسيب محي يا بابا. مش عايزة أضحك الناس علينا.
خصوصا ممدوح. هو اسمه ممدوح؟ ممدوح امين. هو انت تعرفه؟ لا لا ابدا ابدا. سمعت عنه؟ لا لا ما سمع. سارة أرجوك يا بابا أرجوك. إني أريد التحدث إليكم بخصوص تسديد الحساب. الظاهر إن ده كان سبب اهتمامه بيا، المكافأة. أنا ما كنتش عايزك تقريه. هتقابله؟ دلوقتي حالا، زمانه جاي. ادفعله يا بابا، ده حقه. سلاني طول السكة. يستاهل كل مليم ياخده. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. منير بيه موجود؟ ايوه موجود. قول له ممدوح امين. حاضر. اتفضل اتفضل. الاستاذ ممدوح امين وصل يا بيه. خليه يتفضل. حاضر. اتفضل يا بيه. استاذ ممدوح امين؟ مش الراجل قال لك ممدوح امين برضه ولا قال لك حاجه تانيه؟ طب اتفضل اقعد. أنا استغربت لما استلمت جوابك، عشان بنتي ما جابتليش سيرتك ولا عن مساعداتك ليها. ده يتفق مع أخلاق بنتك، بتعتبر خدمات الناس ليها واجب. هي فاكرة إن أنا سألتها طول الطريق من أسوان لغاية هنا علشان غاوي. أرجوك تفهمني، أنا عايز أقول لك إنها ما قالتليش حاجة عن الموضوع ده أبدا إلا من شوية بس. هي حتى بتعتقد إنك تستاهل مبلغ كبير كمكافأة. إن شاء الله لطيف منها الحقيقة. أنت رأيك إيه؟ معرفش. بس لازم أعرف على أي أساس أنت بتطالب بالمبلغ ده. تفتكر إنك شايف إنك على حق؟ طبعًا، وإلا ما كنتش جيت هنا. أنا مأيد كل قرش اتصرف. تحب تقراه سيادتك ولا أقراه أنا؟ لا أقراه أنت. 875 قرش هدوم، ده بدل بنزين يعني. الشنطة كان فيها بجامتين، كل بجابة 130 قرش، كنت جايبهم من عند جربان. ثلاث قمصان كنت جايبهم من بعرور بتاع القمصان، سيبك منهم يعني مش مهم. في في كمان زنوبة خلي بالك كنت ناسيها في الشنطة. 75 قرش فرشة أسنان ومعجون. لوكاندا 100 قرش، 4 ساغ ونص طعمية سخنة، 6 ساغ سميط، 7 ساغ بيض. خلي بالك اصل البيض في الصعيد غالي شويه يعني قصدي رخيص. 6 ساغ 2 شاي للتسقيه. الاكل بقى يبقى بالنص، يعني انا اكلت النص وهي اكلت النص. في بطيخ وجزر، ده بقى كان بوضع اليد. يبقى الحساب كله 11 جنيه و50 مليم. ده غير الثمن البلطو اللي انا بعته. ده المبلغ اللي انت عايزه. 11 جنيه و50 مليم. ايه؟ مستكترهم؟ انا كمان ما طلبتش تعويض. ايوه ما انا عارف، لكن ايه الحكايه؟ دي مصاريف بسيطه قوي. رحله زي دي كانت كلفتك على الاقل 100 جنيه ويمكن اكتر. خليني اوضح لك المساله. انت تستحق 11 جنيه و50 مليم زائد 5000 جنيه. 5000 جنيه بتوع ايه؟ المكافاه. مين جاب سيره المكافاه؟ انا مش فاهم كويس. انا فاهم انك جاي عشان كل اللي انا طالبه 11 جنيه و50 مليم. اديني المبلغ وخليني امشي. اي واحد كان طلب المكافاه، انما انت همك. انا ما احبش حد يسرح بيا. انا صرفت الفلوس دي على بنتك وهي بتسرح بيا. هتدفع الفلوس دي ولا ايه؟ 11 جنيه و50 مليم باسم السيد ممدوح ايه؟ امين. ممدوح امين. اتفضل. ايه ده؟ كاتب لي شيك ب 11 جنيه؟ ده انا عشان اصرفه عايز له 12 جنيه مواصلات. يلا. تسمح لي بسؤال؟ اتفضل.
انت بتحب ساره؟ الراجل يقع في حب بنتك لازم يكون راجل مجنون. ما ردتش على سؤالي. بنتك اختارت اللي لقلها، هي ومحي سالم فردتين لون واحد. اسمح لي اقول لك، اذا كان عندك نص عقل كنت جوزته لها من زمان. قول لي انت بتحبها؟ اي بني ادم عادي ما اقدرش يعيش معاها في بيت واحد. انا بسالك انت بتحبها؟ اللي يحبها يبقى مجنون. انت بتحبها؟ يا سيدي انا مجنون، مجنون. استاذ ممدوح، مبروك، اخيرا وصلت اللي انت عاوزاه. اتعشم انك تكون اخدت فلوسك. طبعا اخدتهم. اهنيك. انا كمان بهنيكي. ما تقعد معانا شويه تتفرج، هتنبسط قوي. كان بودي بس انا عن الشغل. مرضيش ياخد المكافأة. أمال كان عايز إيه؟ 11 جنيه و50 مليم اللي صرفهم عليكي في الرحلة. طب سابني وهرب ليه؟ قول لي سابني وهرب ليه؟ روح اسأليه، هو يقدر يقول لك. الحقيقة قبل ما يهرب منك تاني. مالكيش دعوة أنت، أنا هتصرف. ده نقلب الدنيا. شوف لو عندك كرامه طلقها. هجيبها بالبوليس. لو عندك كرامه يبقى عندك عربيه وعندك 30,000 جنيه. تحب يبقى عندك كرامه؟ عندي كرامه. انت هربت من اللوكان ده ليه يا ممدوح؟ انا ما هربتش، انا رحت اجيب فلوس. ايه تقولي ايه؟ تعالي. ايه؟ ايه؟ احنا رايحين فين؟ رايحين نهد سور عكل.